نفس الشيء المدير العام هو اللي بيحافظ على موظفينه وهو اللي بيعطي قيمة لكل قدراتهم وإخلاصهم وحبهم للشغل كمان. لهيك أنا بظن أنت شايفة إني لازم أتعلم طريقة الشغل منك يعني؟ ما بعتقد هالشي. ما فيكي تحكي فكرتك باختصار شديد؟ إيه طبعاً بقدر. إذا بدك يعني أحكيها باختصار شديد بقدر أقول ثقافة الشركة بتقدر تتميز بي. بكفي. هو ورجيني تصاميمك هلأ وبلا كتر حكي. معك دقيقة واحدة بس. على فكرة بلش وقتك. استاذ بقدر شو؟ اللابتوب. يلا استاذ. شو هاد؟ احكي جاوبيني شو هاد؟ هاد استاذ هاد برنامج بيطلع بالغلط وهيك اسمه. برأيي لهون وبس. انت ما عملتي شي غير الحكي. لا وعم تتقي فوقها. يعطيكي العافية استاذ. فيكي تروحي. بكره الساعة 10 الصبح بدي اشوف كل التصاميم تبعك ويا ريت بدون كترة حكي. بكره؟ أنا فكرت إنه أنت طردتني من الشغل. أنا مو من عادتي أتخلى عن شي بهالسهولة هي. عمي صرف 10 متقدمين عن الشغل ونقاكي إلك أنت. أكيد فيكي شي مميز. كل العالم بتستاهل فرصة تانية. بس في عالم بياخدوا فرص كتير ومع هيك بيخزلونا وغيرهم بيعتبر انه هي الفرص تحدي وطبعا بينجحوا بشغله. بس من جهة تانية في عالم كتير بتخاف بتهرب دغري. يا ترى من اي نوع انت؟ بشوفك بكرة على 10. شكرا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.